احتضنت احد الفنادق الفخمة بالعاصمة الاقتصادية البيضاء ندوة صحفية للحديث عن المؤتمر الاقليمي الافريقي الاول للفيدرالية الدولية لطب الاسنان والذي ستنظمه الجمعية المغربية لوقاية الفم والاسنان. المؤتمر الاقليمي الاول لطب الاسنان هو مؤتمر كتنظمه الجمعية المغربية لوقاية الفم والاسنان. هذا أول مؤتمر اللي كيدار في النوع ديالو هنا في المغرب. المؤتمر الذي ستحتضنه مراكش سيعرف حضورا كبيرا من كل القارات وخصوصا في القارة الإفريقية للمشاركة في مجموعة من الورشات التي ستكون في المؤتمر. بخصوص المؤتمر غادي يكون ان شاء الله في كتعرفوا في مراكش ما بين 27 و 29 افريل في قصر المؤتمرات. غادي يكون بالنسبه لاوراش علميه هامه معرض تاع مواد طب الاسنان، وغادي يكون الحضور وازن تاع الاخوه الافارقه والإخوة في جميع القارات وعلى الخصوص الأفارقة، لأن هذا أول مؤتمر إفريقي لطب الأسنان منظم تحت لواء الجمعية المغربية لوقاية الفم والأسنان. الحصول على رخصة تنظيم المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه بالمغرب لم يكن بمحض الصدفة خصوصا لتوجهه الإفريقي. تمكنت من الضفاء بحق تنظيم أول مؤتمر جهوي إفريقي للفيدرالية الدولية لطب الأسنان بالقاهرة السمراء خلال آخر جمع العام للمنظمة الذي انعقد على هامش المؤتمر العالمي للفيدرالية في بانكوك. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق تعزيز تعاون جنوب جنوب بين المملكة المغربية والدول الإفريقية. وقد أبدى المنظمون سخاء في الإجابة عن تساؤلات وانتظارات الحضور قبل موعد المؤتمر المزمع تنظيمه في مدينة البهجة مراكش.